بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة اسم للمال الذي يلتقط والذي يجده الإنسان فيلتقطه ويأخذه، فهذا يقال له لقطة. ويقال للطفل الذي جاء عن طريق حرام وتركه أو تركته أمه في مكان ليأخذه يعني بعض الناس الذين يحسنون إليه، هذا يقال له لقيط، يقال له لقيط يعني بمعنى ملقوط. وأورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في أحكام اللقطة، فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة أو عن لقطة الذهب والفضة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة. قوله عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها، المراد بالعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه، من كونه خرقة أو كونه جلد أو كونه يعني حديد أو أي نوع من أنواع الأشياء التي تحفظ بها الأموال التي توضع فيها النقود. اعرف عفاصها ووكاءها، وكاءها إذا كانت من الأشياء التي هي تقبل الوكاء مثل الجلد ومثل الخرقة القماش، وكذلك أيضا بالنسبة للحديد إذا كان هناك قفل أو ما إلى ذلك من الأشياء التي توضع على الحديد أو على الشنط من الحديد، فإن كل ذلك يعرفه الإنسان. وحتى إذا جاء صاحبها في مدة سنة وهو وعرفها بهذه الوصف الذي هي عليه، فإنها تدفع له بدون أن يقيم بينة على ذلك، لأن هذه هي البينة وهي أوضح بينة لكل إنسان يأتي ويقول أنه فقد له كذا وكذا، ويذكر الوعاء ويذكر الوكاء ويذكر النقود وأنواع النقود ومقاديرها وأنها كذا من الذهب كذا من الفضة، من نوع الذهب كذا من نوع الفضة يعني كذا وكذا، أو بالنسبة للأوراق النقدية مقدار كذا من فئة كذا وكذا من فئة كذا وفئة كذا، هذا من أوضح البينات التي تدل على صدق صاحبها الذي يبينها ويوضحها، ولا يحتاج إلى جهود ولا إقامة بينة أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا فقال يعني أنه يعرفها سنة يعني في مجامع الناس وفي الأماكن التي أو المكان الذي وجدت فيه، فإذا مضى سنة وهي لم يأتي لها أحد فإن الإنسان يستنفقها، بمعنى أنه يستفيد منها لكن لا يملكها ملكا تاما، بمعنى أنها خرجت من ملك فاقدها
ودخلت في ملك لاقطها، وإنما أنه يستفيد منها، لكن إن جاء صاحبها فيما بعد وذكر له أوصافها التي تتميز بها فإنه يعطيها إياه لأنه هو صاحبها. وأما ذاك فبدل أن تجلس عند سنين طويلة لا يستفيد منها يستفيد منها، لكن إن جاء صاحبها فيما بعد بعد أن استنفقها فإنه يدفع له قيمتها، يدفع لها قيمتها أو يدفع لها مثلها إذا كانت مثلية. وهذا بالنسبة لغير مكة والمدينة. أما بالنسبة لمكة والمدينة فإنها لا تعرف لمدة سنة بل تعرف دائما، وليس لتعريفها مدة معينة، وذلك وأنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها لا تلتقط إلا لمنشد، يعني الذي ينشدها أبدا. و فيكون فيحصل تعريفها ويكون ذلك يعني بحال مستمرة ليست كغيرها من البلدان. والسبب في هذا أن مكة والمدينة الناس يترددون إليها للحج والعمرة والزيارة، فيأتون إلى هذين البلدين وهذه المكان المقدسين ويترددون عليهما باستمرار. فقد يكون الإنسان فقد نقوده في سنة من السنوات، ثم إنه جاء للحج أو العمرة أو الزيارة بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، فيأتي يسأل عنها، فإذا وجد أو عرف من لقطها هذا الشخص الذي عرفها وسأل عنها فإنه يعطيها إياه. وكذلك أيضا من أحسن الطرق التي تتخذ في هذا كون مكة والمدينة فيهما أماكن لحفظ الأشياء الضائعة التي يحفظونها، فيأتي الذي فقد شيئا من المال ويأتي إلى هذه الجهة يسألها فيجد الجواب عندها، يعني إذا لأن بعض الناس إذا حصلها يعطيها لهذه الجهة وتلقى الجهة التي تقوم بمهمة يعني حفظها والإبقاء عليها حتى يأتي صاحبها. لكن إن استمر الأمر بعد ذلك ولم يعني يأتي أحد يعرفها بعد مدة طويلة فإنها يتصدق بها على لصاحبها، يتصدق بها وتصرف يعني لصاحبها، لأنها يعني لا تملك يعني مثل ما يملك غيرها، وإنما إذا بقيت مدة طويلة ويعني طويلة ولم يأتي أحد فإنها يتصدق بها عن صاحبها، وهذا يكون مصرفها. هذا ما يتعلق بالذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأمور التي الأوراق النقدية وغيرها. ثم إنه سأله عن ضالة الإبل، سأله عن ضالة الإبل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما لك ولها، ما لك ولضالة الإبل، اتركها فإن معها سقاءها وحذاءها، معها حذاءها الذي يخفها الذي تطلع فيه على الأرض، ويكون ذلك الخف يعني صلبا قاسيا لا يؤثر فيه الحجارة ولا يؤثر فيه الشوك ولا يؤثر فيه أشياء أخرى مثل النعال للإنسان، فإن الإنسان إذا كان منتعلا فإذا وطأ على شوك أو على زجاج أو على شيء من هذا لا يؤثر ذلك عليه. فكذلك بالنسبة للإبل فإن معها حذاءها الذي هو خفها الصلب القاسي الذي لا تتأثر بوطئها عليه، ومعها سقاءها الذي هو بطنها الذي يكون فيه الماء ويكون فيه الطعام، فإنه تمكث مدة ثم تجتر بهذا الذي في بطنها، تستخرج من بطنها فتجتر به ثم ترجعه ثم تعيده. وكذلك أيضا يعني ما أعطاها الله عز وجل من كبر الجسم وطول العنق، فلهذا تمد عنقها إلى الشجر الذي لا يصل إليه غيرها من الحيوانات فتأكل من الشجر. ولهذا قال يعني في الحديث
ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. ترد الماء يعني وإن كان مسافة بعيدة فإنها تأخذ لها مدة تمشي حتى تصل إليه، وكذلك أيضا تأكل من الشجر الذي لا يصل إليه غيرها من الحيوانات لما ركب الله عز وجل فيها من طول العنق الذي يصل إلى الأرض فتشرب وهي واقفة، وكذلك أيضا ترفعه إلى الشجر وتأكل منه. فليس هناك أمر يقتضي كونها تلتقط بل تترك. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو لذيب، يعني من أهل الإنسان يأخذها ويحتفظ بها، فإما أن يمسكها أو أنه يبيعها ويعرف قيمتها ويستفيد منها، وإذا جاء صاحبها فيما بعد أعطاه إياها إن كانت موجودة وإلا أعطاه قيمتها. وقوله صلى الله عليه وسلم خذها يعني معناها أنك إذا لم تأخذها فقد تكون من نصيب الذئب، فقد تكون من نصيب الذئب لأنها لا تمتنع منه، ولكنك إذا أخذتها فهي إما أن تكون لك حيث لا يأتي صاحبها، وإما أن تكون لأخيك الذي هو فاقدها والذي ضلت منه فتعطيها إياه، وإن لم تفعل لا هذا ولا هذا وتركتها فإنها تكون من نصيب الذئب فيأكلها وتضيع عليك وعلى صاحبها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذها، وهي بعد أخذها إما أن تكون له حيث لا يأتي من يسأل عنها وحيث يعرفها ولا يأتي أحد يسأل عنها، أو تكون لأخيه عندما يأتي ويسأل عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ثم قال: باب الوصايا. باب الوصايا؟ نعم، باب الوصايا. الوصايا تطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا، فتطلق إطلاقا عاما على كل وصية يعني فيها توصية بخير وتحذير من شر، هذا يقال له وصية، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيأتي ذكر الوصية بهذا المعنى العام الذي هو الوصية بكل خير، والوصية بما فيه ترغيب وما فيه ترهيب، ترغيب بشيء أو ترهيب من شيء. وتطلق إطلاقا خاصا وهو ما يجعله الإنسان في وجوه البر بعد موته، يعني بحيث إذا كتب وصيته يوصي بالثلث أو ما دون الثلث ويجعله في أعمال الخير ووجوه الخير. فهذا هو الإطلاق الخاص، وهذا هو الذي يأتي في كتب الفقه وفي كتب الحديث بعنوان كتاب الوصايا أو باب الوصايا، فإنه يراد به هذا النوع الخاص الذي هو تعيين شيء يصرف في وجوه الخير بعد موت الإنسان الذي وصى. والوصية إنما تكون فيما بعد الموت، وتكون لما بعد الموت، وللإنسان أن يعدل في وصيته وأن يغير، يعني لأن هذا شيء له. ليس معنى ذلك أنه إذا وصى وصية على أنه يكون كذا بعد الموت يعني الثلث أنه لا يغير ولا يبدل، لا، بل له أن يغير ويبدل، له أن يغير ويبدل بحيث يعني يجعل إذا كان ثلث نقصه، وإذا كان يعني عين جهة معينة يذكر جهات أخرى، أو يبدل جهة بجهة، فله ذلك. إذن هذا هو المقصود بالوصايا. والرسول وأورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن فيما يتعلق بالوصية قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده.
إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني هذا فيه الترغيب إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به, إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به. والأمور التي يوصى بها منها ما هو مستحب, وهو الوصية هذه التي هي كونه يجعل بعد وفاته ليست بواجبة, له أن يوصي وله أن يترك الوصية ويجعل المال كله للورثة ولا يعني يجعل. ومن المعلوم أن الورثة وإيصال الخير إليهم ولا شك أنه من باب الإحسان إليهم, ولا شك أنه من باب الإحسان إليهم, ولكن الوصية هي مستحبة إذا أراد أن يجعل شيئا من ماله الثلث أو دونه يصرف في وجوه الخير فهذا مستحب وسائغ, لكنه ليس بواجب للإنسان أن لا يوصي وأن يكون المال كله للورثة ليحسن إليهم, ولا سيما إذا كان المال قليلا يعني ينفعهم به. وقد جاء في الحديث أن الإحسان إلى القريب يعني صدقة وصلة, الإحسان إلى القريب صدقة وصلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص الذي سيأتي لما قال له الثلثين ثم الثلث ثم نصف ثم ثلث, قال له الثلث وثلث كثير, قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففه الناس. يعني كل إنسان يجعل أولاده يعني بعده يعني في عندهم كفايتهم وعندهم شيء يفيدهم, ولا يعني يضطروا إلى السؤال وإلى ذل السؤال ويمدون أيديهم إلى الناس, هذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سيأتي. وإما إذا كان هناك يعني تكون واجبة يعني فيما إذا كان هناك ديون يعني ديون عليه, فإن عليه أن يكتبها إذا كان ما هناك وثائق أو ما يعلم أن هناك وثائق يعني تدل عليها, وإنما هي مثلا قروض استقرضها ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل, فإنه يكتب أن عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا حتى يوفى دينه. فهذا يعني شيء لازم, لأن هذا فيه براءة ذمة وفي تخلص من واجب ومن دين يعني في ذمته. فكونه يكتب وصية مكتوبة عنده بأن يقول عندي لفلان كذا وكذا يعني هذا أمر لازم. وأما كونه يعني يقول أنه يكون من مالي بعد موتي كذا وكذا يكون صدقة, هذا مستحب ليس بواجب. ثم إن في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام قال ما مضى عليه ليلة إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من سرعة المبادرة أو المبادرة وسرعة الامتثال لما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم سباقون إلى كل خير وحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا هم القدوة وهم الأسوة وهم خير الناس وهم أفضل الناس, ما كان يعني بعد الأنبياء والمرسلين مثلهم, ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم, لأن خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وخيرها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة, ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة
يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أنه مرض في حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتد به المرض، فعاده رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على عيادة المريض وعلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من التفقد لأصحابه ويعني زيارة مريضهم وعيادة مريضهم، وما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الكريمة، فكان جاء إلى سعد بن وقاص يعوده فسأله قال إنك ترى ما بي من الوجع وإن عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، يعني أنه لا يرثه إلا ابنه يعني الميراث بالتقدير، وإلا فإن سعدا من قبيلة ومن عشيرة وله أقرباء، يعني ليس المقصود أنه ليس له ورثة يعني، ولكن في ذلك الزمان الذي يرثه ابنه، وهي معلوم أنها فرضها النصف، أن البنت فرضها النصف والباقي يكون العصبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عنده مال كثير ولا يرثه إلا ابنه، فهو يريد أن يتصدق يعني بشيء من ماله وأن يوصي بشيء من ماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام فقال أتصدق بالثلثين؟ قال لا، قال الشطر يعني النصف، قال لا، قال الثلث، يعني سعد بن وقاص يقول هذا ثم هذا ثم هذا، ففي الأول والثاني قال له لا، ولما جاء عند الثالث الذي هو الثلث قال الثلث والثلث كثير، يعني تصدق بالثلث والثلث كثير، يعني معناه أنه لا يزاد على هذا المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكثرة، ولهذا لا يجوز أن يوصى بأكثر من ذلك، ولو أوصى بشيء أكثر من ذلك لا تنفذ الوصية، وإنما تنفذ في حدود الثلث، تنفذ في عدد الثلث. وقال الثلث والثلث كثير، يعني معناه أنه لو نقص عن ذلك لكان أولى، كما جاء في أثر ابن عباس الذي بعد هذا حيث قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فهذا يدل على مشروعية الوصية وعلى أنها مستحبة وليست بواجبة، يعني وصية بالمال بعد الموت، وأنها تكون في هذا الحدود، وأنه لا يجوز أن تتجاوزه، وإنما تكون منه فأقل، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنك أنتذر ورثتك، ثم قال إنك أنتذر ورثتك أغنية، يعني أنك إذا لم توصي بالشيء الكثير وأبقيت الشيء الكثير للورثة فإن ذلك يفيدهم ويحول بينهم وبين ذل السؤال وبين مد أيديهم إلى الناس يسألونهم. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يوصي بثلث أقل، والكثرة إنما تكون للورثة، وإن لم يوصي أصلا فإن ذلك سائر، وإن لم يوصي أصلا فإن ذلك سائر، لأن الوصية ليست واجبة إنما هي مستحبة. قال إنك أنتذر ورثتك، يعني هذا يعني بيان لكونه يوصي بالقليل ليبقى الكثير، لأن كونه يجعل هذا المقدار أو هذا المال الكثير يكون لورثته يستغنون به عن الناس وعن سؤال الناس خير من أن يذرهم عاله، كونه يوصي بالكثير ولا يبقى الورثة إلا القليل، أو يوصي بالمال كله ويترك الورثة، فإن هذا يترتب عليه أن يكون عالة على الناس يسألونهم ويمدون أيديهم إليهم ويمدون أكفهم إليهم، وهذا معنى يتكففون الناس، يعني معنى يسألون الناس بأكفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي الآخذة، فكونهم يكونون بهذا الوصف ويحتاجون إلى الناس لا ينبغي للإنسان أن يعرض أولاده لهذه الطريقة أو لهذه الهيئة الغير الحسنة والغير الجيدة. إنك أنتذر ورثتك غنيا خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها.
وأنك أنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله يعني فإنك تؤجر عليها. أي نفقة ينفقها الإنسان على أولاده أو على زوجته أو على أي أحد من أقاربه ممن تجب عليهم نفقته إذا كان يريد بذلك وجه الله فإنه مأجور على ذلك ولو كان يؤدي واجبا ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عليه شيء واجب وما في أجر ما في أجر ولو كان، لكن هذا بشرط الاحتساب وأن يكون يرجو ثواب الله. أما إذا كان ما يعني هذا الشيء الواجب عليه ما حصل منه إلا بمقاضات بأن يكون أولاده لا ينفق عليهم فحكم القاضي بأنه ينفق عليهم وأنه يعطيهم كذا وكذا فإن هذا لا يحصل أجرا، لأن هذا الذي خرج منه ما خرج برغبته وبنفق بإنفاقه وإنما خرج بغير إرادته وبإكراه من القاضي له، فمثل هذا لا يحصل أجرا، وإنما الذي يحصل أجر هو الذي أراد الخير في أداء ما يجب عليه قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك يعني النفقة التي هي واجبة عليك، النفقة الواجبة عليك على زوجتك وعلى أولادك إذا احتسبت الأجر والثواب عند الله فإنك مأجور على ذلك وإن كان هذا شيء واجب عليك في أصل الشرع وفي حكم الشرع إلا أنك تحتسب هذا الشيء وتعلم بأنك تؤدي واجبا، والإنسان يثاب على أداء الواجب ويثاب على فعل المستحب. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، لما قال له إنك لأن تنفق نفقة وأنت يعني ترجو ثواب الله وإلا أجرت عليه حتى ما تضع في امرأتك، فالرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام يعني فهم منه يعني أنه يعيش وأنه قد يحصل من أنه يعيش، فقال أخلف بعد أصحابي يعني يعيش بعد أصحابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنك تعيش ولكنه أرشده إلى أنك إن تخلف فإنك إن تخلف قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة. لن تخلف يعني ما يحصل لك أنك تخلف عن أصحابك ثم بعد ذلك في هذه المدة التي خلفت بها وطال عمرك بها وبذلت فيها المعروف وأحسنت فإنه يزداد أجرك وثوابك عند الله عز وجل، لأن الإنسان كلما طال عمره وحسن عمله فإنه يؤجر على هذا الذي يحصل له في مستقبل أيامه التي عاشها وأنفق فيها وأحسن فيها وبذل المعروف فيها، فإنه يؤجر ويثاب على ذلك. ولهذا خير الناس من طال عمره وحسن عمله، لأن عمله يكون كثيرا ويكون عنده زيادة في الأجر وزيادة في العمل فيكون زيادة في الأجر والثواب. نعم. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولعلك أن تخلف يعني أن يحصل لك أن تبقى وأن تعيش فيضر بك أقوام فينتفع بك أقوام ويضر آخرون، وهذا هو الذي حصل، فإنه عاش رضي الله عنه وأرضاه وقاد الجيوش لقتال الفرس ويعني انتصر حصل الانتصارات للمسلمين على يديه وحصل الإضرار بالكفار فانتفع به ناس وتضرر به آخرون وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أنه يحصل الانتفاع بما يستقبل من أيامه إذا عاش ويحصل التضرر من آخرين بسببه وبالجيوش التي قادها وكانت تحت إمرته وتحت توجيهه وإرشاده. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم لأنهم خرجوا من مكة تاركينها من أجل الله عز وجل، تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وذهبوا إلى المدينة
لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه. فكانوا بذلك أفضل من الأنصار. كانوا بهذا أفضل من الأنصار. بل المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن عندهم الهجرة والنصرة، والأنصار عندهم النصرة فقط. ولهذا جمع الله عز وجل لهم بين هذين الوصفين في آية المهاجرين في سورة الحشر. قال المهاجرين للفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم بأنهم يعني مهاجرين وأنهم أنصار وأنهم أهل الصدق، يعني فيما قاموا به من الهجرة والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. فاللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني أنهم يعني يبقون على ما أقدموا عليه من ترك مكة من أجل لوجه الله ومن أجل الهجرة مع الرسول عليه السلام والجهاد معه. وقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني أنهم يبقون على هجرتهم ولا يحصل أنهم يرجعون إلى مكة ويبقون فيها أو يموتون فيها، فإن موتهم في غير مكان المكان الذي هاجروا منه هو لا شك أنه هو الذي فيه الفضل. ولهذا جاء في آخر الحديث قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. أن مات بمكة وهو من المهاجرين. أن مات بمكة وهو من المهاجرين. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا، يعني عندما يوصون يجعلون الربع أو يجعلون الخمس أو يجعلون شيئا أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير، فإذا أوصوا بأقل من ذلك يكونوا تركوا هذا الكثير الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ذكروا. لكن من أوصى به فإنه لا بأس، لكن إذا غض الناس ونقصوا من الثلث إلى ما دونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير، قال إن هذا هو الأولى. وهذا يعني تمني، يعني من ابن عباس لو أن الناس غضوا، يعني أنه يتمنى أن الناس يغضون وأنهم ينقصون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلث قال الثلث والثلث كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ثم قال باب الفرائض. والفرائض تطلق إطلاقا عاما وتطلق إطلاقا خاصا كالوصايا، فإن الفرائض تطلق على يعني الأحكام الشرعية والأشياء التي فرضها الله عز وجل عموما، كل هذه قالها فرائض. وتطلق إطلاقا خاصا وهو على قسمة المواريث وعلى مقدار وعلى المواريث. وهذه المواريث أيضا منها ما هو يعني مقدر ومنها غير مقدر، والمقدر يقال له فرائض. يعني هذا إطلاقا أخص من إطلاق الفرائض الذي يشمل الفرض والتعصيب، لأن الفرض والتعصيب كله فرائض فرضها الله عز وجل، لكن هناك أمور مقدرة هذه توصف بأنها فرائض. ولهذا في الحديث هنا أراد بالفرائض المقدر، يعني الثلث والربع والنصف ثلثان والثمن، يعني أشياء مقدرة. يقول ألحق الفرائض يعني المقدرة، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر اللي هو التعصيب. فإذا ذكر الفرائض يطلق ثلاثة إطلاقات، إطلاق عام يشمل كل ما فرضه الله عز وجل في المواريث وغير المواريث. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عين أميرا على مكة
وجاءه سأله قال من وليت على أهل مكة، من وليت على أهل مكة يعني في حال غيبتك، فقال وليت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي، قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني الفرائض المقصود من ذلك الأحكام الشرعية، يعني عنده فقه، يعني عنده علم بالكتاب والسنة. فهذه مسوغات الاختيار، هذه هي مسوغات الاختيار التي جعلت يعني هذا الأمير لعمر يختار من يقوم مقامه لكونه متصف بالعلم وعنده علم بالكتاب وعلم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل. كذلك حينما الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فإن المقصود ذلك الأمور العامة، وتطلق الفرائض يعني ويراد بها المواريث، سواء ما كان منها مقدرا أو غير مقدر. ولهذا عندما يذكرون كتاب الفرائض وباب الفرائض يذكرون الإثم بالفرض والإثم بالتعصيب، والإثم بالتعصيب هو من الفرائض التي فرضها الله عز وجل، ويطلق على الفروض المقدرة فقط التي هي لها مقدار معين، الثلثان والثلث والسدس النصف والربع والثمن، هذه مقدرة. والذي جاء في الحديث ذكر الفرائض هنا يراد به المقدر، قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، أي فرائض مقدرة، وما بقت الفرائض الذي هو يعني خارج عن الفروض يكون لأوراد ذكر له التعصيب، الذي هو التعصيب. فإذا ذكر الفرائض في الحديث يراد به المقدر. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، هما الثلثان والثلث والثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه ستة يقولون فيها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، يقولون اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، يعني تنازلي. وقد يكون تصاعدي فيقولون السدس السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال الثلث والربع ونصف وضعف كل ونصفه، وضعف كل ونصفه، فيعبرون عن بثلاث عبارات يعني باختصار، يعني يبدأون بالأعلى ثم التنزل، ويبدأون الأسفل ثم العلو، ويذكرون الوسط ويشيرون إلى العلو وإلى السفل. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وجاء فيما يتعلق بغير المقدر في التعصيب، والتعصيب يكون بالنفس ويكون بالغير ويكون مع الغير. والتعصيب بالنفس هو خاص بالذكور، وقد يكون معهم الإناث إذا كانوا في درجتهم، مثل البنات مع البنين، وبنات الإبن مع بني الإبن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الأخوة لأب، فإن هؤلاء يكونون عصبة بالغير، يعني يكون عصبة مع غيرهم. وأما الذي يرث بالتعصب النفس هم الذكور الذين هم يعني عصبة كالأب والجد وكالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق ومن العم لأب وهكذا. فإن هؤلاء يقال لهم عصبة، يأخذون ما أبقت الفروض إن كان هناك فروض، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فإنهم يأخذون المال كله، يعني إن كان هناك أصحاب فروض مقدرة أخذوا ما بقي، وإن كان لم يكن هناك أصحاب فروض مقدرة فإنهم يأخذون المال كله، يأخذون المال كله. فهناك عصبة من النفس يعني كالأبي والجدي والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن الأخ وابن الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب والابن العم الشقيق والعم لأب، كل هؤلاء من أصحاب التعصيب بالنفس. والذين يعني تشترك معهم أخواتهم أربعة،
الذين هم الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة الأشقة والإخوة لأب، هؤلاء يقال أنهم عصبة، يقال لأخواتهم معهم بأنهن عصبة بالغير، لأنهن لو لم يوجد لهم أخوة فرض لهن، لم يوجد ذكور فإنه يفرض لهن، فالبنت يفرض لها والبنات يفرض لهن وبنات الابن يفرض لهن إذا كان معهم ليس معهم ذكور، والإخوة الأشقة كذلك والإخوة لأب كذلك. نعم يفرض لهن الأخوات. نعم الأخوات يفرض لهن مع إخوانهن، يفرض لهن مع إخوانهن الأخوات الشقيقات والأب، وكذلك البنات وبنات الإبن هؤلاء يفرض لهن، فيكون عصبة بالغير، ليس عصبة بأنفسهن وإنما عصبة بغيرهن، ويكون عصبة مع الغير، وهن البنات مع الأخوات مع البنات، الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، فإنهن يعني إذا وجد بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فإن الأخت الشقيقة هي التي ترث والأخ لأب لا يرث، لأنه جاء في السنة ما يخصص هذا العموم في قوله ألحق الفرائض بأهلها فما أوقت الفرائض فلا من ذكر، وهو الحديث الذي فيه النبي أعطى البنت النصف والأخت الشقيقة النصف الباقي، فإنها يكون هذا عصبة مع الغير، ولهذا يقال الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات يعني بالغير مع الغير، والنساء لا يكون عصبة للنفس إلا بالنسبة في الولاء وفي العتق، يعني اللي هو أن المعتقة ترث بنفسها وتكون عصبة بنفسها، ولهذا يقول الرحبي في الرحبية وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني ليس في النساء جميعهن من هي عصبة بنفسها إلا التي منت بعتق الرقبة التي هي المعتقة. إذن ثم إن القرآن الكريم جاء فيه ثلاث آيات يعني في سورة النساء، الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، وهذه لعمودي النسب يعني الأصول والفروع، هذه آية العمودين الأصول والفروع، ذكر الآباء والأمهات والبنين والبنات. والآية الثانية هي للذين لا يكونون عصبة أبدا، وهم الإخوة لأم والإخوة والزوج والزوجة، فإن هؤلاء أصحاب فروض لا يتجاوزونها أبدا، يعني الإخوة لأم أصحاب فروض مقدرة والزوج والزوجة أصحاب فروض مقدرة، فهي آية الآية التي فيها من لا يرث إلا بالفرض ولا يمكن أن يرث بالتعصيب، الذين هم الزوج والزوجة والإخوة لأم. ثم الآية الأخيرة التي في ختام سورة النساء التي هي آية الكلالة هي في الإخوة الأشقة والإخوة لأب، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب هو على طريقة ميراث الأبناء والبنات. نعم. ولقوله فلأولى رجل ذكر يعني أقرب، يعني أقرب رجل ذكر، والأقربية يعني تكون مثلا الابن اللي هو الفرع الوارث، ثم الأصل الوارث الذي هو الأب والجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بالأخ الشقيق، ثم بالأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم بالعم الشقيق، ثم بالعم لأب، يعني فيكون إذا اجتمع عصبة كل منهم عاصب فإنه يكون الحق لأولى رجل ذكر. وقوله ذكر يعني بعد قوله رجل يعني للإشارة إلى أن الرجل يعني في الغالب يراد به الذي عنده قدرة وعنده نشاط وأنه الذي بلغ مبلغ الرجال، لكن جاء ذكر الذكر ليبين أن الأمر متعلق بالذكورية، وسواء كان رجلا أو غير رجل، يعني سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى الطفل حتى الحامل الذي يكون في البطن فإنه يرث بهذا الوصف الذي هو الذكورية. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ثم لما ذكر الحديث عن أسامة بن زيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أتنزل بدارك مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دور أو من رباع؟ الرباع يعني المقصود به الأماكن أو الدور أو الأشياء التي يعني هذا الربع يعني المنزل والمنازل. وكان يعني أبو طالب يعني عندما يعني ذهبوا يعني أخذ يعني الأموال، وأنه لما مات يعني ورثه الكافران من أولاده وهما طالب وعقيل، يعني لما مات ورثه يعني عقيل وطالب وكان كافرين، وطالب يعني مات على الكفر وعقيل أسلم، ولكنه هو الذي بقيت به المال لأنه حصله في حال كفره ثم إنه أسلم فصارت من اختصاصه وصارت يعني بيده. فقال وهل ترى لك لنا عقيل من دور؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، لأن يعني لأن أبا طالب ورثه ابناه الكافران وأبناه المسلمان لا يرثانه، وهما علي وجعفر، علي وجعفر رضي الله عنهما يعني مسلمين فلم يكونا وارثين، والذين ورثاهم الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني أن الصلة يعني من حيث التوارث فإنها منقطعة بين المسلمين والكفار، فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وإنما يرث الكافر الكافر والمسلم المسلم، ولا توارث بين المسلمين والكفار. فهذا فيه دليل على مانع من موانع الإرث وهو الكفر. وموانع الإرث ثلاثة: الكفر والقتل والرق، يعني فلا يعني توارث، أو هذه هي الثلاثة الأسباب أو الموانع التي تمنع الميراث، التي تمنع الميراث، فالرق والكفر والقتل. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو يتعلق بالولاء، والولاء هي العصوبة التي هي يعني النسب، يعني شيء ثابت مستقر سببه العتق، فإن من اعتق رقيقا فإنه يكون عصبة له بالولاء، يعني يرث بعد انتهاء العصبة بالنسب، لأنه لا ميراث للولاء مع وجود النسب، لكن إذا فقد من يرث بالولاء بالنسب بالتعصيب فإن المعتق يرث بالولاء، يرث بالولاء. والولاء قالوا لحمة كلحمة النسب، وهو عصوبة لا يباع ولا يورث ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب، يعني ما معلوم أنه يورث، لأنه يعني كونه يعني الأولاد يرثون الولاء ويكون يعني لهم الولاء إذا مات المعتق، فإن الولاء يكون لأولاده، فهو لا يباع ولا نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته، الحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني كل إنسان يبيع يعني ولاءه لعتيقه الذي اعتقه أو يهبه لغيره، لأن هذا من جنس النسب لا يباع ولا يوهب، فكما أن النسب شيء ثابت مستقر لا يتصرف فيه أحد، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه كما لا يتصرف النسب. فنهى عن بيع الولاء وهبته، يعني والولاء هو النعمة أو العصوبة أو التي حصلت بسبب العتق، فإنه حق خاص بالمعتق لا ينتقل إلى غيره ببيع ولا هبة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وهي أن مولاتها بريرة رضي الله عنها جاء فيها ثلاث سنن، جاء فيها ثلاث سنن. كانت تحت مغيث زوجها وهما يعني رقيقين، فعتقت فخيرت أن تبقى يعني تحت زوجها وهو لا يزال رقيقا، أو أنها تتركه ولا يبقى يعني له زواج عليها، خيرت بذلك. فهذه سنة عرفت بما حصل لبريرة وثبتت في في فيما حصل لبريرة، ف يعني فإنها خيرت. ولهذا الزوج الرقيقان الزوج والزوجة إذا عتقت الزوجة فإنها تخير، وأما يعني إذا عتق يعني الزوج فإنه لا خيار للمملوكة، لأن العبد له أن يتزوج يعني يتزوج يعني كونه يعني يحصل منه يعني كون الرقيقة يعني تحته وهو حر، لأنه جاء أن من لا يستطيع الحرة له يتزوج الأمة كما جاء في القرآن، فكونها يعني هي تخير وهو لا يلزم بطلاقها إذا يعني أو لا تطالب يعني يلزمه، لأنه يبقى على الزوجية يعني إذا كان هو حر وبقيت فيها العبودية هذا سائر، ولا يقال أنه يلزمه، بل جاءت السنة وجاء القرآن دالا على أن من لم يستطع الزواج بالحرة فله أن يتزوج بالأمة، فله أن يتزوج بالأمة، فكون الأمة تكون تحت حر هذا جاء في القرآن. وأما فيما يتعلق بكون الزوج عبد والأمة هي التي عتقت، هذا هو الذي حصل لبريرة وخيرت فاختارت فراقه، وكان يحبها وطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لها عنده، شفع يعني له عندها، فقالت: تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لها به، لأنها تبغضه وهو يحبها. ثم ذكر السنة الثانية وهي: وأهدي لها لحم، وأهدي لها لحم، وأهدي لها لحم، يعني تصدق عليها بلحم. ومن المعلوم أن أهل البيت يعني لا تكون لهم صدقة، فتصدق عليها بلحم، وكانوا يعني يطبخ يعني في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب الغداء أو العشاء فقدموا له طعاما في البيت، وكان رأى البرمة وفيها لحم، قال: ألم أرى أن البرمة يعني فيها لحم وهي على النار؟ قالوا: نعم، ولكنها تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال عليه السلام: هو لها صدقة ولنا هدية، يعني معناها أن الصدقة إذا وصلت الفقير فإنها صارت ملكا له، يتصرف فيها كيف يشاء، له أن يطعمها الغني ويطعمها الفقير، وله أن يطعمها يعني أهل البيت وأنهم يأكلوا منها، لا بأس بذلك، لأن خرجت من كونها صدقة، خرجت من كونها صدقة، صارت ملكا له، ملكا لذلك الذي تصدق عليه. فإذا تصدق على فقير بصدقة وجاء يعني غني وأكل منها، وجاء كريه وأكل منه، فإن ذلك سائر، لأنها صارت ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء، وخرج عن وصفها بأنها صدقة، لأنها صدقة عندما وصلت إلى المستحق، ولكن خروجها من المستحق ما يقال أنها صدقة، خرجت عن كونها صدقة. فهذا ما حصل في قصة بريرة، وهي سنة حصلت لبريرة رضي الله عنها. والأمر الثالث أنه حصل بها معرفة حكم الولاء، وهي أن الولاء لمن اعتق، وأنه لا يكون لغيره لا بشرط ولا بغيره، وكذلك لا يكون بهبة ولا ببيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الولاء على أنه على من اعتق، إنما الولاء لمن اعتق، فلا يكون فلا يباع ولا يوهب، ولا يباع ولا يوهب، وكذلك أيضا لا يشترط مثل ما حصل في قصة بريرة نفسها، فإن يعني أهلها
الذين كاتبوها اشترطوا أن يكون لهم الولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن هذا الشرط ليس في كتاب الله، وأن من اشترطه فهو شرط باطل، وقال كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم.